ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. خلال الأيام الأخيرة مصر استقبلت أعداد من المصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحرب في غزة، وخرجت تصريحات من وزارة الصحة إن مش مصر بس هتعالجهم طبيا، لا دي كمان هتوفر لهم الدعم والتأهيل النفسي عشان طبعا اللي شافوه في الحرب. والحقيقة إنه الموضوع ده شغل ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا، وخصوصا إننا شايفين إن اللي بيتعرض له أهلنا في غزة شيء فعلا فوق قدرات البشر على التحمل. يعني إحنا قاعدين بنتفرج بس على اللي بيحصل وأعصابنا منهارة من المشاهد المرعبة اللي بنشوفها كل يوم، فما بالك اللي عايش الأحداث دي فعلا بنفسه. وعشان نفهم أكتر عن قصة التأهيل النفسي هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية. ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا أستاذ ريهام. في البداية عايزين نعرف من حضرتك ازاي بيتم تأهيل ضحايا الحروب نفسيا؟ الأول عايزين نقول حاجة، اللي أي صدمة في الدنيا بيبقى وراها اضطراب، وده العادي بتاع البشر. يعني إيه؟ يعني مفيش أبدا إنسان بيمر بضغوط نفسية إلا وبعدها لازم يصاب ببعض الاضطرابات، وده مؤشر إن الإنسان عنده صحة نفسية. يعني اللي هيحصل له موقف صادم في حياته بغض النظر عن الموقف ده، وبعدها يضطرب أو يحس ببعض الاضطرابات أو التغيرات على المستوى النفسي، ده كده معناه إن ده شخص نورمال، شخص طبيعي، شخص عادي، وبالتالي لازم يعاد تأهيله مرة تانية نفسيا علشان يرجع تاني لحالته النفسية الأولانية. طيب هل بيكون الناس دي في امل، في منهم امل ان هم فعلا يرجعوا طبيعيين في المجتمع، ولا بيبقى خلاص اللي مروا بيه ده حاجه صعبه جدا ان هو يرجع زي ما كان في الاول؟ مفيش حاجه اسمها صعب جدا، لا خالص. في التأهيل النفسي احنا بنقوم بفكره ايه؟ اول حاجه بنحلل الشخصيه كويس اللي مر بيها. يعني مثلا الطفل غير الشخص الشاب، غير الرجل، غير المراه، وبعد كده بتظبط بتجمع بالظبط الظروف والاحداث اللي مر بيها. وعلى مثلا على سبيل المثال الحروب، فاللي عاش الحروب ده لازم تجمع كل المواقف والمشاهد اللي هو شافها بالظبط بالظبط، وتبدا تعمل خطه او بلان تلعب على كل اضطراب هو بيمر بيه، لان في حاجه اسمها اضطرابات سايكوسوماتيك او اضطرابات نفسي جسميه. يعني ايه؟ يعني انا لما بمر بظروف نفسيه بيحصل لي اضطرابات على مستوى كتير، زي مثلا الصداع النصفي، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الشهيه، القلق المستمر، الاكتئاب، شعور دايما بالانعزاليه، انا مش عايز اعيش تاني خلاص، في بعض الاحيان عنده رغبه في الانتحار. فانت لازم تجمع الاحداث من ناحيه اللي هو مر بيها وشدتها، ومدى الأيام اللي هو عاشها في الاضطراب ده أو الأحداث دي، وفي نفس الوقت بتجمع كل الاضطرابات اللي عنده وتبدأ تشتغل على اضطراب عنده. بس طب يا لازم دكتور، الشغل نركز على في حاجة الاضطراب مهمة، ده بيكون مثلا ان هم يعني بيكون في جزء مثلا في أدوية بتتاخد وفي كلام بيتقال، يعني بيبقى ايه اللي بيحصل؟ أول حاجة لازم نقول اللي هو إحنا مش بنقدر نشخص اضطراب القرمة ببعض الصدمة إلا لما الشخص يقعد على الأقل شهر في حالة من الحالات اللي إحنا قلنا عليها من شوية. يعني لو يوم ويومين وخلص خلاص مش اضطراب ولا حاجة. فلو قعد شهر شهرين لغاية 6 شهور تبدأ تشخصه اللي هو عنده اضطراب قرب ما بعد الصدمة. أوكي. بعدها بتبدأ تأهيله على مستويات كتيرة. أول حاجة حاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي أو السي بي تي أو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. يعني انت بتعالج الافكار بتاعته، لان الافكار دلوقتي بتبقى سوداويه، كل الافكار سلبيه. حصل حاجه اسمها اشتراط سلبي او اشتراط اجرائي ما بين المكان ده والحدث ده، فكل ما هرجع للمكان اللي حصل فيه القرب او الصدمه هيرجع برضو نفس الاضطراب مره تانية. وبالتالي التاهيل او العلاج المعرفي السلوكي في بعض الاحيان مش بيبقى لوحده كفيل يعالج الاضطراب ده، فبنبدأ ايه؟ نبدأ نتدخل برضو ببعض العلاج الدوائي، وده عن طريق الطب النفسي، طبعا. الطبيب النفسي. فبعض الأحيان العلاج المعرفي السلوكي بيجيب نتيجة، وبعض الأحيان لا، لازم تدخل دوائي علشان تقدر تقلل وتحد من الاضطرابات اللي حصلت له بعد الكرب اللي هو مر بيه. طيب دكتور، مين أكتر حد ممكن يستجيب للتأهيل ده، الكبار ولا الصغيرين؟ هو دايما بنقول الاطفال الصغيرين بيبقى عندهم قدره عاليه جدا على المرونه. دايما بنسمع اللي يقول لك الطفل الصغير
عجينه تشكلها زي ما انت عايزه، ورقه بيضه. اه طبعا الفكره دي بتسلب من الطفل شخصيته، طبعا بس هي بتعكس اللي هو عنده قدر عالي جدا من المرونه، قدر عالي من المرونه. وبالتالي كل ما يكون السن صغير كل ما ده يبقى عنده قدره عاليه جدا على التحسن بشكل كبير. عشان كده في حاجه عندنا اسمها التدخل المبكر، يعني كل ما تدخل بدري بدري مع الطفل في الاحداث او الاضطرابات اللي عنده كل ما يتحسن كويس. يعني الطفل اللي قعد شهر في صدمه غير اللي قعد 6 سنين في صدمه، طبعا غير اللي قعد 10 سنين في صدمه. وبالتالي السن الصغير بيبقى فرصه اكتر في التحسن، لاني كمان بنلعب على حاجه مهمه. ايه هي؟ النسيان. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اسمنا انسان ليه؟ عشان بننسى وبننسى وبنتناسى. فالسن الصغير بيبقى فرصه كويسه قوي اللي انت تديله تدريبات على النسيان. الشخص الناضج الكبير الذاكره بتاعته قويه، ذاكره الاحداث والاشخاص قويه، أقوى طبعا. وبالتالي بيبقى العلاج بياخد وقت اطول من الاطفال. الاطفال حتى لو حضرتك لاحظت في اي حدث عظيم، كرب يعني عظيم، هتلاقي الاطفال من اقل مهام انت بتعملها له بيرجع تاني لطبيعته او احسن شويه. يعني لو انت عملت له حفله، رحله، بدات تلعب معاه، بدات تغير في افكاره، بدات تلعب على فكره المستقبل هو نفسه يعمل ايه، بدات تطلع ايجابياته، بدات تطلع امكانياته بشكل كويس، هتلاقي الامور قل بشكل كبير. الاطفال افضل شويه. طب دكتور، في حالة الحرب هل اللي بيحصل لكل شخص بيكون مختلف؟ يعني مثلا التأهيل النفسي بتاع حد فقد إنسان من أسرته، أو حد طلع من تحت أنقاض، أو يعني كل حد في الحرب طبعا بتكون ظروفه مختلفة عن التاني، فهل ده بيختلف برضو؟ هل في ناس مثلا بيقدروا إن هم يتعالجوا أسرع من ناس تانية ولا لا؟ ولا بيبقى كله اسمه حالة حرب ومحتاجين تأهيل معين بطريقة معينة وخلاص؟ هو بيرجع لشقين. أول شق مدى القرب اللي مر بيه في الحرب ده، يعني اللي شاف بيته بيقع غير اللي شاف ابنه بيستشهد، غير اللي شاف أكتر من حد من العائلة، على حسب الحدث. دي نقطة غاية جدا في الأهمية. وعلى حسب تاني كمان فكرة المناعة النفسية بتاعته. كل إنسان مختلف، في بينها فروق فرديه في فكره المناعه النفسيه، زي المناعه بتاعت الجسم. في واحد من اقل مرض بيعي على طول، بيلقط العدوى على طول. في واحد بقى مناعته النفسيه قويه جدا، ما بيصابش بالاضطراب ده، مختلف. يعني ممكن اتنين يمروا بنفس الكرب في الحرب، وليكن كل واحد فقد صح. ابن من ابنائه. دي نقطة مهمة. إيه اللي بيحصل بعد ما بيفقد واحد؟ بتلاقيه بيتأثر بشكل كبير، واحد بتلاقيه بيتأثر بس بشكل مش قوي، وده رجع للمناعة النفسية بتاعته. طيب دكتور، في ناس كتير على السوشيال ميديا حاسين ان هم طبعا بقوا مدمرين نفسيا من اللي شافوه، صحيح، ايه حلهم؟ هو ده طبيعي برضه، ده طبيعي، ده طبيعي إن أنت تشوف حدث تتأثر بيه ويحصل لك برضو اضطراب، ده طبيعي جدا. بس احنا عايزين برضو نلعب على فكرة اللي انت لازم يكون في يومك، عايز تتابع الاحداث تتابع، وده واجب، طبعا واجب عليك ان انت تتابع الحدث، ومش واجب بس تتابع، لا واجب كمان اللي انت تدعم القضية بشكل يتناسب مع المجال بتاعك. مظبوط، بس في نفس الوقت لازم في ناحية تانية اللي ما يكونش ده الشغل الشاغل في حياتك، لا فكر بطريقة تانية، اهتم بالأحداث، بس ما بقاش طول اليوم هو الهدف هو متابعة الكرب ده أو متابعة الحرب دي، لأنه في الآخر هيأثر على كل حاجة في حياتك. طبعا. دكتور محمد فؤاد، استشاري الطب النفسي، بشكر حضرتك جدا على المداخلة، أشكرك جدا يا أستاذة ريهام. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب.